اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده على قناه لايف زي دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن شرح ازاي تدرب الكلب على النباح بالامر، وده يختلف عن امر اسبيك. النباح بالامر ان هو وانت واقف وفي حد غريب مثلا واقف قصادك، انت عايزه ينبح عليه هينبح عليه، مش عايزه ينبح عليه خلاص مش هينبح عليه. هي دي الفكره. لكن امر اسبيك ده طبعا امر استعراضي، ان انت تقول للكلب اسبيك ان هو يبدا ان هو ينبح، هو واخد امر ست وباصص لك مش متجه لاي حاجه خالص غير ان هو مجرد انت بتقول له اسبيك يبدا ان هو ينبح وخلاص بدون توجيه على اي حاجه. لكن الامر بتاعنا النهارده هو ان انت ازاي توجهه ان هو ينبح على الحاجه اللي انت عايزها. اول الخطوات وبدايه هتبدا ان يكون معاك مكافاه ومعاك كمان اللعبه اللي هو بيحب يلعب بيها، وخصوصا طبعا العضاده او الكوره اللي هو متعود على اللعب بيها، ودي الحاجات اللي انت هتبدا ان انت تشتغل بيها. المكافاه هي مش مهمه قوي في التدريب ده، لكن لو الكلب بتاعك بيتحفز بالمكافئات لازم تبقى جاهز ومعاك برضو المكافاه بتاعتك. دلوقتي هنبدا ان احنا ندي زي باور او طاقه للكلب باننا هنبدا نشوقه للعضاده اللي معايا دي زي ما هنشوف دلوقتي. الخطوة التانية هتبدأ ان انت ترمي العضادة قدامه وتبدأ تقول للكلب انبح عليها او هب عليها زي ما انت عايز بقى حسب دماغك انت، وتكون ماسك الكلب من فوق ما تدروش فرصة عشان ما يروحش ياخدها، تمام؟ ولما يبدأ ان هو يكرر النباح اكتر من مرة هتسيبه يروح عليها كمكافأة. بعد كده هتبدأ ان انت تكرر الحركة دي اكتر من مرة لحد لما تحس ان الكلب بدأ يوصل له المعلومة وان هو بدأ يفهم ان هو بينبح بدون هجوم. في الوقت ده هتبدأ ان انت تسيب الطوق زي ما هنشوف دلوقتي، هتسيب الطوق وهتبدأ تدي للكلب الامر، هو هيبدأ ان هو ينبح من غير ما يتحرك من جنبك برضه. انا هشيل ايدي دلوقتي زي ما هنشوف دلوقتي حالا. كل شوية لازم تقعد تحمس الكلب كده علشان ان هو برضو ايه ما يهبطش منك وتلاقي الكلب بدأ يزهق. وتكرر عليه بقى التدريب كل شوية زي ما احنا شايفين كده لحد لما يتعود ان هو ما يشدش خالص. بعد كده هتبدأ ان انت تغير اتجاه العضادة زي ما احنا شايفين كده، انا رافعها بايدي وبرضو بمسك الكلب في ايديا علشان برضو لو انا سبته هيبدأ ان هو يحاول يمسكها، انا عايزه برضو يفهم انها مهما اتحركت اتجاهاتها انت مش هينفع ان انت تتحرك الا لما انا اقولك. وفي نفس الوقت بيتعلم ان هو يتوجه على الشيء اللي انت عايزه، يعني لو بتشاور على حاجة وتقول له هب على دي هيبدأ ان هو ينبح عليها. وفي كل مرة تحاول تشيل ايدك بالراحة من على الطوق بتاعه بحيث ان هو برضو ايه
يعني توصلوا المعلومة بالتدريج كده. سؤال ممكن يخطر في بال أي حد دلوقتي، هو أنا دلوقتي لما هعلم الكلب إن هو ينبه على العضاضة، هل هو دلوقتي أو على كورة مثلا، هل هو دلوقتي هينبه على بني آدمين؟ آه هينبه على بني آدمين عادي جدا. كل اللي أنت بتعمله إن أنت بتوصل للكلب المعلومة إن هو إزاي ينبح بالأمر، بعد كده هينبه على أي حاجة، بني آدمين أو غير بني آدمين، وهنشوف مع بعض في آخر الفيديو. وبعد ما الكلب بيوصل لدرجة ان انت خلاص ما بقيتش بتمسك له فوق، وبدأ ان هو بينبح بدون اي مسكات خالص، او ما بياخد الامر ما بيجريش يعني، بيفضل واقف جنبيك وبينبح زي ما احنا شايفين كده. كده انت وصلت للنتيجة النهائية. هنشوف لما يجي حد يهوش الكلب هيبقى تصرفه عامل ازاي وقت لما بياخد امر الثبات، مش هيتحرك خالص مهما كان اللي قصاده بيهوشه، مش هيعمل اي حاجة. وقت ما هياخد امر النباح هيبدأ ينبح، وقت ما هياخد امر الهجوم هيبدأ يجي. زي ما احنا شايفين بقول له ينبح بينبح، بقول له اهجم بيهجم زي ما احنا شايفين اهو. ولما هيرجع هقول له اثبت، مش هيتحرك خالص، حتى اللي قدامه بيهوشه مش هيعمل اي حاجه خالص. زي ما هنشوف دلوقتي هسيبه حتى وهمشي. زي ما احنا شايفين كده هو مش هيعمل اي حاجه خالص. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا رب نكون استفدنا بالحلقة. ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.